الصحفي الكبير الأستاذ نبيل عمر. مساء الخير وأهلا بحضرتك. أهلا، مساء الخير وعلى كل المشاهدين، وعام هجري جديد يعني كان من أيام، وبنقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، وعام جديد على مصر، وأن مصر تبقى أفضل حالا والأهلي فوق الجميع بإذن الله. مصر والنادي الأهلي دايما بخير، والأمة العربية والإسلامية في أفضل حال إن شاء الله. سعداء بوجود حضرتك معنا. أنا بس قبل حضرتك عايز تبدأ بتعليق على أنا في الحقيقة عايز أبدأ بتهنئة جماهير الزمالك بكأس مصر رقم 27، وبهني اللاعبين وبقول لهم يعني قدمتوا ماتش كويس، واحنا بنهنيهم لان دي روح رياضيه. طبيعي، ده اللي احنا عايزينه، وده كلام محترم، وده شيء طبيعي جدا ان الفريق اللي يكسب ان احنا نشد على ايديه ونقول له مبروك ونتمنى مزيدا من التوفيق. واحنا كاهلاويه يعني بالعكس، عكس ناس كثيره جدا متصورين ان احنا ممكن نبقى متضايقين او زعلانين او غضبين ان الزمالك، لا بالعكس، الكره في مصر جزء كبير منها واهلي والزمالك، مع ان انا عايز القاعده تتوسع اكتر من كده، لكن هذا هو الحل لان يتغير. وبالتالي هيبقى عندنا مباراه سوبر، هيبقى ماتش كويس كمان جماهيري كبير، وشيء طبيعي ان احنا منافسين مش خصوم، نحن منافسين، وهتبقى مباراه تاريخ بالكره المصريه. احنا منافسين رياضيين وليس خصوم في معركه او في حاره او في زنقه او في خناقه او بين فتوات او بين بلطجيه، لا احنا منافسين. اللي بيكسب بنقول له مبروك، احنا سعداء انك كسبت، اللي بيخسر بنقول له هارد لك. حتى لو احنا اللي بنخسر او بنكسب، احنا متعودين على كده. هو الرساله الراقيه اللي حضرتك بدات بيها دي تليق بحضرتك وبشاشه قناه الاهلي وبالنادي الاهلي، والنادي الاهلي على فكره طول عمره كده يعني، مش انا بس على فكره، طبعا مبادئه عن الرياضه وعن التنافس الشريف، كل ده كل حضرتك بدات بيه، ده سلوك اهلاوي صرف. ده انا عايز اقول ده سلوك قيمه النادي الاهلي، ده سلوك اهلاوي صرف يعني طول عمر الاهلي. انا فاكر ايام كتير زمان قوي كانوا بيبعتوا برقيات تهنئه لبعض، وكانوا الناس كتيره جدا قبل ما تحصل الغمه، ان كانت الناس بتروح نادي الزمالك تهني وتقابل اعضاء مجلس اداره، والعكس صحيح، وما كانش في هذا الكم من تبادل يعني التجاوزات او التعصب او الحاجات دي، لا كانت لسه في النهايه وي ار بلاينج، نحن نلعب نستمتع بكره القدم، نحن نلعب ونستمتع، في النهايه ترفيه، احنا لسنا في حاله حرب. زي ما حضرتك قلت، وعايز اقول حاجه مهمه جدا، وعلى فكره تهنئتي لجمهور الزمالك اولا ثم لاعبي الزمالك ثانيا، لان الجمهور هو اللي بيدفع ثمن نجاح اي فرقه، يعني جمهور الاهلي هو اللي يدفع ثمن نجاح فرقه الاهلي، جمهور الزمالك هو الذي يدفع ثمن نجاح فرقه الزمالك، جمهور الاسماعيلي هو الذي يدفع ثمن نجاح جمهور فرقه الاسماعيلي، دايما الجماهير جمهور الاتحاد هو اللي فريق. وبالتالي انا بهني الجماهير الاول ثم بهني لعيبه الزمالك على شكلهم النهارده ومظهرهم، وده مش نفاقا ولا نوع من اللا، دي بجد ومن القلب، يعني عشان ما حدش يتخيل ان في، بالعكس وبشرفي انها تهنئه حقيقيه. ان شاء الله تكون مباراه سوبر المصري تليق بقطبي الكره المصريه، تليق بمنافس للنادي الاهلي، هو دايما اكبر منافس للنادي الاهلي نادي الزمالك، وتكون مباراه قمه بحق على كل المستويات الفنيه والجماهيريه وحجم الاهتمام والمتابعه الاعلاميه، ونشوف فيها افضل فنون كره القدم المصريه. طبعا ده رجاء يعني انه يلعب ماتش شريك بكره القدم المصريه. عندنا موضوعات كتير جدا عايزين نسمع رؤيه حضرتك بشانها. خلينا نبدا بمعضله اختيار الجهاز الفني لمنتخب مصر، منتخبنا الوطني الاول. طال الحديث عن الجهاز الفني والمدير الفني المرتقب لمنتخبنا الوطني الاول. حضرتك شايف الاشكاليه دي كلها ازاي؟ انا مش شايف اشكاليه، انا فاكر احنا بنلعب واحنا عيال، انا اسف، هل ممكن تتحملني شويه سخريه؟ لا حضرتك اتكلم براحتك. احنا مثالي اتحاد الكره او اللجنه بتلعب في لعبه زمان كنا حادي بيدي حادي بادي سيدي محمد البغدادي حطه كل يودي كله على دي، بنختار كده بالحظ. في الحقيقه يعني هذا الانتظار الطويل، مع ان يعني احنا الكره واقفه في كل الدوريات في العالم دلوقتي لان في مباريات دوليه، فريق مصر الدولي هو الوحيد اللي بره هذه الاجنده الدوليه. ليه؟ لانه ما عندوش مدرب. اللجنه بقى لها اكتر من 3 اسابيع. ده معناها ايه؟ معناها ان اتحاد الكره مش مؤسسه، معناها انها افراد. المؤسسه عندها بلانات، عندها خطط دائما طويله الاجل، المؤسسات ايا كان من الذي يدير المؤسسه، يعني كل اي افراد بيجوا بيكملوا بلان المؤسسه الجماعي، محطوط البلان الخطط دي موجوده في خزينه المؤسسه،
يغيب رئيس المؤسسة، مدير المؤسسة، غفير المؤسسة، الساعي بتاع المؤسسة، أيا كان اللي بيغيب، بنشوف البلانات، بنختار، بنشوف، بنكمل السك. فكرة إن الفردية دي اللي موجودة في كل حياتنا، وأحد أسباب الأعطاب اللي موجودة في حياتنا، بتبين قوي في اتحاد الكرة. غاب اتحاد الكرة بعد ما قدم استقالته بعد النتائج المخيبة للآمال اللي حدثت في بطولة أفريقيا والطريقة اللي خرجنا بيها المهينة، فبان إن إحنا عرى علينا أن نعيد التفكير من أول. طب ما تيجي نفكر، طب نفكر إزاي، طب ما تيجي نقعد، طب نقعد إزاي. فدخلنا في متاهة في الحقيقة كان لازم، أنا ما قلتش إنهم يختاروا بيوم وليلة، لكن أنا لو قعدت على ملف أربع خمس، خصوصا إنك إيه اتحددت، السيد الرئيس قال مدرب مصر خلاص، وأنتوا التزمتوا بإنه مدرب مصر، عدي غنمك يا جحا. جحا ما عندوش غنم كتير في الحقيقة، أنا آسف التعبير ده تشبيه، مجرد تشبيه، كويس إن حضرتك قلت، أنا آسف يعني. أنا عشان الناس بالعكس كل الناس فوق دماغي من فوق، لكن أنا بتكلم على المثال الشعب، بس على المثال، لكن إحنا عندنا مدربين محترمين طبعا، أنا بحترمهم كلهم، وأنا بحترمهم جدا جدا جدا، فأرجوهم ما يسوقش فهم المثل، مجرد مثلا احنا بنقيله، لكن عايز اقول ان العدد اللي ممكن يتم اختياره لهذا المنصب محدود. احنا عايزين اول حاجه بعمل كارتيريا للوظيفه اللي انا عايزها، مواصفات، السن، كرايتيريا الاختيار، تاريخ، خبرات، تجارب، بعمل كارتيريا الشخصيه، السيطره، بعمل كل الكارتيريا الثلاثه الاربعه اللي انا محتار عليهم، باجي كده بالناس بتوعها في الحته دي، ده 6 من 10، ده 7 من 10، ده 8 من 10. طب انا محتاج ايه بالظبط؟ ورتب الكرتيريا حسب ما انا عايز، يعني ايه المواصفات رقم واحد انا عايز؟ 2 3، في واحد يقول لك انا عايز واحد اعلى فنيا وممكن يبقى متوسط شخصيه، لا يقول لك لا انا عايز شخصيه رقم واحد ومش لازم يبقى رقم واحد مستوى فني، انت حر، لان السيطره على اللعيبه في الملعب واحد شايفها، انما الاساس حضرتك بتشوف انه وضع اساس او معايير للاختيار طبعا. على اساسها اقرر، وانا بقى وبعدين بنقعد مع بعض. انا فاحنا في مهام كتيره قدام اللجنه، لكن طبعا عدم هذا البعد يعني مش مريح. استاذ نبيل انا اسف، انا في موضوع ايجابي جدا ويسعد جماهير النادي الاهلي في كل مكان داخل وخارج مصر، وانا حابب انه يبقى في بدايه الحوار مع حضرتك، ف هنقل حضرتك، هنعمل شيفتنج للموضوع ده ونرجع، لان موضوع المنتخب هياخد مننا وقت شويه. عندنا خبر تلقيته من زملائي اسره اعداد البرنامج رائع، نقلا عن صحيفه ميرور او ديلي ميرور حسب ما اكدوا لي، ان ما كانش قدامي مصدر الخبر نفسه، قدامي صوره من محتوى الخبر. لو ديلي ميرور تبقى هي طبعا الصحيفه الشهيره، ما كانش قريت الخبر من ديلي ميرور. من ديلي ميرور نفسها ميرور. هي صحيفه عريقه من اشهر صحف في العالم، يعني هي الصحيفه الانجليزيه العريقه. تتويج النادي الاهلي هو بشهاده هذه الصحيفه هو الاكثر تتويجا في العالم، وان كانت لم تحتسب 18 بطولة من إجمالي 166 بطولة في النهاية، هي وضعت النادي الأهلي ال 18 مش محتاجة يعني. التساؤل مش عن اللي ما تحسبش، عن وضع النادي الأهلي بشهادة وسائل إعلام وصحف عالمية في المركز الأول عالميا الأكثر تتويجا برقم 118 بطولة نقلا عن أنا قلت وهكرر مرة تانية، أنا قلت هنا وهكرر مرة تانية، مفيش فريق في العالم من سنة 48 لسنة 2019 أيا كان هذا الفريق على كوكب الأرض وربما في الكواكب الأخرى، إذا كانوا هناك في الكواكب الأخرى كائنات تلعب كرة القدم، خد بطولة الدوري في بلد 41 مرة. لا يوجد فريق على كوكب الأرض أي دولة في العالم أخذ من سنة بداية الدوري المصري 48، في دوريات بدأت قبل كده، ففي فرق خدت أكتر من النادي الأهلي، لكن أنا بتكلم لو سوينا، لو عملت سنة الأساس 1948 اللي هو بداية الدوري المصري، عشان أقارن كل الأندية على كوكب الأرض في كل الأندية في كل ال 212 دولة اللي موجودين، لا يوجد 70 سنة تقريبا لا يوجد فريق على كوكب الأرض في أي دولة في العالم واخد الدوري 41 مرة غير النادي الأهلي، ده مبدئيا. والمسافة بينه وبين النادي التالي كبيرة مش صغيرة. يقولوا لنا بقى اصل الدوري المصري مش كل ده كلام، يعني كلام يعني مش هخش فيه، مبررات مرفوضه مرفوضه وبتاع، لان اسبانيا على سبيل المثال، انا عندي ريال مدريد وبرشلونه ثم ياتي بعديهم اتلتيكو مدريد، فالنسيا كل حقبه من الزمان على ما يظهر فالنسيا بشكل كويس نسبيا، أشبيلية فين يعني، لكن هو برشلونة وريال مدريد، الأهلي والزمالك باختصار شديد،
عندي في ايطاليا طبعا السيدة العجوز هي يوفنتوس اي سي ميلان. بس انا عندي في على الدوري، انا بتكلم على الدوري يعني، لان ميلان انا بنتكلم اما نيجي ننقل على دوري اوروبا، دوري اوروبا على دوري. لكن بما اني بتكلم على الدوري بتكلم على ميلان على يوفنتوس طبعا، على يوفنتوس السيدة العجوز لا لا قال مسابقها بكتير في البتاع. حتى اما نيجي نتكلم على مارسيليا في فرنسا وليون، ما دول الاولمبيك ليون دول اللي قبل اكتر بطوله من باريس سان جيرمان اللي هو ظهر في الفتره الاخيره، برضه المسافه بعيد. طبعا انجلترا التنافس فيها اعلى من زمان لان الفرق متغيره. طبعا احنا عندنا ليفربول ومانشستر يونايتد، وبعدين ظهر مانشستر سيتي، وعندي حتى بلاك بيرن واخد بطوله الدوري الانجليزي يعني. يعني عايز اقول ان الانجليزي حاله خاصه، حاله خاصه. عند بايرن ميونخ هو دايما اللي بفارق كبير جدا في الدوري الالماني، برضه المسافه كبيره. اقعد عد بقى زي ما انت عايز، مش هتغلب. وبالتالي فكره ان الاهلي هو الاكثر تتويجا في العالم مش غريبه ومش شاذه، بالعكس ده متوقع جدا وعادي. الخبر بتتلقاه ازاي لما تشيد وسائل اعلام عالميه بالاهلي او غربيه؟ لا هو الاهلي الاكثر تتويجا على المستوى العالمي، مش الاهلي مش اكثر تتويجا، الاهلي هو الاكثر تداولا على شبكات التواصل في العالم، من اكثر الانديه على وجه الكره الارضيه، برضو من ضمن 22 فريق او 30 فريق الاكثر تداولا. خلي بالك احنا لما نيجي نتكلم عن عدد الانديه في العالم انت بتتكلم على عشرات الالاف، يعني بتتكلم على عشرات الالاف الانديه، لان عندك انديه بتنزل درجه ثانيه يعني كل دوله فيها رقم كبير من الانديه. وبالتالي انت لما تيجي تتكلم عن اهم 30 نادي في العالم، اوروبا، امريكا اللاتينيه، افريقيا، اسيا، بكل الاسماء العظيمه، سي ميلان وباريس سان جيرمان، موناكو، بروسيا دورتموند، يوفنتوس، ميلان، كل نابولي، كل الكلام بتتكلم عليه، برشلونه، كل الكلام ده. فالاهلي ده من الاهم 30 نادي على وجه الارض. عايز تقول ايه يعني الجيل الحالي في النادي الاهلي للجهاز الفني الحالي بعد الخبر ده، تقول لهم ايه عن المسؤوليه الملقاه على اكتافه؟ لا هو طبعا لا مسؤوليه كبيره جدا، انت بتحافظ على تراث مخيف، لا مؤاخذه ده عبء نفسي مخيف. انت عارف زي ما كنت انت شايل جبل من البطولات والمجد، ومطلوب منك تزود على كده، مطلوب انك تحافظ عليه اولا، ثم تزيد هذا من قمه هذا، تقعد تبني. يعني هو اتبنى 118 دور او 136 دور، فانت كده وصلت انت فوق على القمه، فشايف ده اعلى مبنى دلوقتي في الكره الارضيه، فانت مطلوب توصل ل 230 و240 و250 ابني بقى. يعني في مساله وعايز في يعني في العالم في احدث طرق البناء، في بناء مختلف لدرجة ان في مبنى من المباني في اليابان في منتصف المبنى جنينة حديقة يعني وحمام سباحة ومجيم وحاجات زي كده، وبعدين يكمل المبنى ده لان بيعملوا الاساسات. انا عايز حضرتك توضح النقطة دي للناس، ان استاذ نبيل بيقول في منتصف المبنى بشكل رأسي، منتصف المبنى في الارتفاع، يعني بيطلع حوالي في الارض يعني بيطلع حوالي 20 دور، ثم تبدا الجنينه، جنينه وجيم ومول ومش عارف ايه وبتاع، مساحه مفتوحه، ثم يبدا المبنى تاني. يعني عايز اقول ان المعمار العقل البشري هو معجزه الانسان، مش اي حاجه تانية، لان هو صانع كل الانجازات. هل ده يعد دافع، هذا التصنيف وهذا التكريم؟ ده مش دافع، الاعتراف بقيمه الاهلي، ده هو ده الموتور اللي واجب يشغل اي ده اعتقد انه دافع للكل، مسؤولين طبعا، مجلس اداره، اجهزه جماهير، فنيه، لاعبين، جماهير، كل من ينتمي الى هذه المؤسسه باي طريقه حتى لو عدى قدامها فهو مسؤول ان هذا المجد يستمر ويدوم. وده طبعا يعني يكفي، ما بيقولوش الاهلي في تونس او الاهلي في باكستان او الاهلي في مصر، بيقولوا ايجيبشن فوتبول كلاب، نادي مصري. يعني بيقولوا ان في نادي مصري هو الاكثر تتويجا في العالم. يعني كمان اسم الاهلي مقرونا بمصر، مش مصر مش مفصولا عن مصر، هو جزء من مصر. يعني مصر اللي هي، وخلي بالك انا كمان سعيد بده كمان، شوف جاي امتى بقى. مصر بطل العالم في كرة اليد للشباب، مصر بطل افريقيا في الدوره الاولمبيه الافريقيه،
ومحققه رقم قياسي لاول لم تحد من قبل في بتاع، واخده 102 ميداليه ذهبيه. انا يهمني ازاي، انا بتكلم عن الذهب. واخر مره كنا 85، يعني انت واخد 17 ميداليه ذهب زياده. وقبل ده النجاحات على مستوى الناشئين في الطايره وفي الطايره ولسه هتكلم في اليد. في اليد في الطايره انت طالع الثالث، وطبعا انت خسرت من ايطاليا. ايطاليا احد الكبار، احد الكبار في العالم في كره، في كره الطايره بالمناسبه. احسن حد الناس يعني، انا طبعا كنت شايف ماتش ايطاليا مش صعب، بس صعب جدا 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 جدا. ايطاليا احد القوى العظمى، لان في كره على فكره، في قوى عظمى في كره القدم وفي قوى عظمى في الباسكت وفي الهاندبول وفي الفولي، معروفه يعني في قوى عظمى. وبالتالي ايطاليا انت خسرت قدام ايطاليا وخدت المركز الثالث في كره، يعني ده مع دي نجاحات في وقت واحد. يعني مصر اتقالت كتير في المحافل الدوليه خلال يعني تكريم النادي الاهلي او الاعتراف بمكانته وانجازاته بهذا الشكل عالميا. حضرتك بتعتبره يا استاذ نبيل انه تكريم وتحدي في نفس الوقت؟ طبعا تحدي كبير جدا. يعني انت عارف لما تيجي مبادئ من الصفر ما عنديش مشكله، لكن لما ابدا من القمه هروح فين؟ فدي مشكله عويصه. يعني الناس متخيله، لان وده تعبير شائع على فكره، الوصول الى القمه سهل، المحافظه عليها صعب. تعبير شائع صحيح، وده يبان مدى حجم التحدي اللي قدام كل من ينتمي الى هذه المؤسسه. طيب، العريقه. قرار اخر، وبعد السؤال ده كنت بكرر اعتذاري لحضرتك، هنرجع فورا لامور الرياضه وضبطها بدءا من انتخابات اتحاد الكره في العام المقبل ان شاء الله، واكمل كلام حضرتك عن رؤيتك لكيفيه او الاليات الافضل لاختيار الجهاز الفني والمدير الفني للمنتخب بافضل شكل ممكن. قرار من مجلس اداره النادي الاهلي استجابه لرؤيه طرحها الكابتن محمود الخطيب بضبط الامور وعدم الانسياق وراء اي امور تحاول جذب النادي الاهلي لادخاله في مهاترات او رد على اراء بعض الجماهير، اختلاف على نقطة من النقاط، آراء متداولة غير دقيقة وغير رسمية على السوشيال ميديا تتعلق بالنادي. يعني ضبط الأمور المتعلقة بالتصريح باسم النادي أو استخدام صوره أو أخباره، على وأن القرار ده يسري على كل المسؤولين في النادي والعاملين. هو طبعا تحديا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا. السوشيال ميديا، أنا آسف التعبير، هقول كلام دمه تقيل وهيبان كما لو كنت عنصري. السوشيال ميديا خلت جزء كبير من غير من ناس غير قادرين على الحكم او غير قادرين على الرؤيه الصحيحه او الذين لا تتوافر لهم معلومات كافيه يبدوا ارائهم ويدافعوا عنها بشكل كما لو كانت حقائق مجرده. لدرجه انا كتبت مقال، حضرتك تقصد يتحدث وكانه في موقع المسؤول وعنده موقع كل المعلومات وعنده المعلومات وشايف عنده، وده خلت يعني خلت انا اسف اقول كما لو كان الغوغاء جزء من مراكز صناعه القرار. انا اسف التعبير يعني، والغوغاء كده اقصد الموبس اللي هو جموع الناس، مش اقصد يعني لا، ليس تقليل من شان احد، من شأن ما اقصدش التعبير بالمعنى السلبي، اقصد غير المتخصص. غير المتخصص يعني فكره ايه، لان برضو الناس ممكن يعني يعني انت عارف زي فكره ايه المصطلح. كان يدير تدير الانديه جماهير الدرجه يعشق الناديه، لكن مؤكد ان دي مش شغلتها. طيب لحظه، انا عايز افكر بعقليه المشاهد او المشجع اللي بيتابع حضرتك دلوقتي. واحد من جماهير النادي الاهلي بيحب النادي، عاطفته ناحيه النادي يعني كبيره جدا زي ما حضرتك قلت، اكبر داعم للنادي دايما هو الجمهور وهو اللاعب رقم واحد. لو كان في مجال انه يعمل مداخله مع حضرتك دلوقتي كان قال ازاي يا استاذ نبيل، ما الجماهير رايها في العالم كله مؤثر احيانا في قرارات وفي استجابه لها من عدمه بيحصل عالميا احيانا في قرارات بشان مدربين او لاعبين، واحيانا بيبقى مشجع بيفهم جدا في الكوره. يعني ده ازاي ترد على ده لو كان قطاع بيسمع من حضرتك عايز يقول ده؟ من حق الجماهير ان تقول رايها كما تشاء، انا مش ضد ده، لكن تقول رأي مقابل رأي، يعني مقابل رأي، لكن دون أن تكون شريكا أو تحاول أن تكون شريكا في صناعة القرار. ليه بقى؟ لأن صناعة القرار مرتبط بمسؤولية وواجب، الرأي مش مرتبط بمسؤولية وواجب. فالرأي حر كان صائبا أو خاطئا، لأن اللي مش في موقع المسؤولية، لكن موقع المسؤولية مش هيتحمل أعباء اللي مش في موقع المسؤولية أو واحد ما عندوش أعباء تحمل، مش هيتحمل لو القرار ده لو القرار خطأ أو صح. أنا بقول رأيي، أنت عارف زي جنرال بعد الحرب يقول لو كان نابليون دخل من هنا ما كانش خسر معركة ووترلو.
مثلا على سبيل المثال، ولو كان نابليون دخل من هنا كان ممكن ايه كان مات هو في الحوار نفسه، مات ما كانش خدوه اسير. فحضرتك بتقول هنا اللي في موقع المسؤوليه حساباته اكثر تعقيدا، اكثر تعقيدا كتير قوي، اكثر تعقيدا من الجمهور من الجمهور العادي. وبالتالي قول رايك، وعدم قول رايك انا ضده، لازم تقول رايك. ليه؟ انا كمسؤول بستنير برايك، لكن مش ملزم ناخد بيه، لكن انا استنير برايك، اسمع الاراء واسمعها كويس قوي، لكن انا عندي حسابات مسؤول، انا عندي حسابات اخرى، ما عنديش حسابات كده. لان انت مهما كنت من مشجع او جمهور ليس لديك الصوره الكامله. يعني حضرتك عايز تقول للجماهير ان وجهه نظرك، كلام حضرتك كما فهمته، هو ان راي الجماهير حسب رؤيه الاستاذ نبيل عمر هو شورى، شورى وواجبه. انا عايز شورى وواجبه، شورى مهمه وواجبه، ولكنها ليست ملزمه، لكن دون ان تصل الى مرحله الضغط كما لو كانت هي قرارا صائبا. هنا الخطا، هنا الخطا، لان انت لست مسؤولا، المسؤول هو اللي علينا نتحمل المسؤوليه. اذا كنت جايب المسؤول ده وما انتش واثق فيه، طب انت جايبه ليه؟ اذا كان المسؤول ده اخطا فحاسبوه في الجمعيه العموميه. يعني عندك لازم طالما اخترته، لكن علي ان اترك للمسؤول مساحه يتاخد قراراته وينفذها ويطبقها واؤيده فيها، وبعد كده حاسبه. تدعمه الى حين ان تظهر نتائج القرار، ادعمه الى حين نتائج القرار واحاسبه عليها. لكن انا لو عملت له ارتباك وتوتر وعملت له نوع من الفوضى خلال اتخاذ القرار او بعد اتخاذ القرار، فانا بعمل له انت عارف زي ما اكون ايه، ربطته بسلسله وبشده لورا، حاجه اسمها ديستراكشن، تشويش شديد، تشويش شديد جدا. فانا بعمل تشويش، وبدل ما انا بفكر في ان انا اتقدم الى الامام، هفكر ازاي ارد عليك، ازاي افكر ابرر لك، ازاي افكر اقلل الضغط عليا. يعني بدل ما افكر في اتخاذ قرارات سليمه في العمل اللي انا بعمله لتحقق افضل نتائج، اعمل احسن نتائج، لا انا هبقى جزء ضخم جدا من تفكيري، يعني جزء من طاقتي الكبيره، بدل ما اوجهها كقوه دافعه للامام بوجهها قوه للصد والدفاع، وبالتالي انا بخسر كتير جدا. انت كجمهور بتخسر ادارتك انها تفكر بتركيز شديد جدا في عملها، بتفقدها الميزه دي، بتفقدها الميزه دي، التركيز الشديد في عملها. والحاجه اخطر انك دون ان تدري ممكن ان تبث فيها قدر من التردد والوساوس، وده الاخطر. خلاص القرار ده اتاخد، حاجه غلط صح اتاخد، لكن هي بعد كده في كل قرار هتبتدي تتوتر وتتوتر اكتر وتتردد. المشكله بقى في التردد، لان القرار المتردد لا يصدر في زمنه الصحيح، يصدر دائما ممكن يبقى قرار جيد جدا ولكن ياتي لكن في بعد القطر ما مشي، ما بقاش مؤثر القرار، يعني القرار صدر بعد القطر ما مشي وساب المحطة. يعني حضرتك عايز التوازن ده بين حب الجماهير لانديتها وانها تقول رايها وتختلف وتتفق، قول قول كل ما تريد ما تشاء في اداره ناديك وفي لكن عندما اداره ناديك تتخذ قرارا تقف وراه، تدعمه تماما تماما كليا، وده ليس قبولا بامر الواقع، لا ده عشان المركب تمشي، لان سبب بسيط جدا. اما انت يعني تخيل احنا في مركب وخدنا قرار ان احنا نمشي في الاتجاه جنوبا، قلنا ان البر في الاتجاه الجنوبي، فركاب المركب اللي هم مش شغالين قبطنا قالوا للقبطان قرارة خطا، وبداوا يعملوا ثوره على السفينه بونتي، وبداوا يتخانقوا مع بعض، وبداوا يحدفوا بعض، غرقت السفينه. طيب هفرض ان السفينه فعلا ماشيه غلط، لكن السفينه هاديه، هتوصل للحته تكتشف ان غلط ترجع سليمه، طالما ان الناس بتناقش الامور بشكل متزن، هتاخد بعضها وتقول في خطا وتصحح مسارها بعد فتره وترجع. يعني الفوضى دايما هي اكتر شيء، لكن انت اما تصنع هذا الضغط فانت ممكن تغرق بالسفينه. يبقى ما عملناش عموما، احنا اعتقد ان كل يعني النسبه الاكبر اللي تسمح حضرتك دلوقتي تبقى متفق على ان كلنا دايما بنقول النادي الاهلي يعني لاعبه رقم واحد دايما واكبر داعم له هو جماهيره في كل مكان. لا، وفي حاجه مهمه جدا في تاريخ النادي الاهلي، لا احنا كجمهور النادي الاهلي علينا لينا تراث، علينا نحافظ عليه. أنا بخاطب جميع جماهير النادي الأهلي. أحد مزايا النادي الأهلي العظيمة في جماهيره أنه دائما يترك إدارته. دائما يترك إدارته تتخذ القرارات ما تشاء دون أن يتدخل.
دون أن يتدخل، وإذا تدخل بتبقى للحظة ثم يعود إلى الصواب، إلى الطريق الصحيح. بدليل أن ولما نراجع تاريخ النادي الأهلي هنكتشف أنه كاد يكون النادي الوحيد الذي تديره، التي تدير مؤسسته الإدارة المسؤولة عليه، ولم تتدخل جماهيره أبدا في إدارة هذه المؤسسة، وهذا هو الصحيح. بينما المؤسسات الأخرى أو الأندية الأخرى التي تدخلت جماهيرها طول الوقت في إدارتها ساءت نتائجها وساءت. يبقى عشان ننهي الحديث عن النقطة دي، حضرتك متفق تماما مع رؤية مجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب حول هذا الأمر، وأن الأمور يجب أن يتم ضبطها في التعامل مع كل ما انثار على السوشيال ميديا. خلاص قلنا رأينا قبل اختيار المدير الفني. اختير المدير الفني وخرج حد كبير قوي ونثق فيه جميعا، وهو الدكتور طه اسماعيل، هو شخص محترم جدا وواعي جدا ومدرك جدا، وقال اسبابه. المشكله ان طه اسماعيل مش لاعب كره فقط ولا مدرب فقط، ده واخد دكتوراه، لا محاضر مرموق في المجال، يعني في مركز دبل، يعني في القاره الافريقيه وفي الفيفا. وبالتالي انت بتتكلم عن شخص يخضع تفكيره للتفكير العلمي المنظم، وبالتالي قال رقم واحد عايز شخصيه، عايز واحد طموح، عايز واحد يكون في الملعب، عايز قال عدد كبيره من الاسباب. ناقشنا الاسماء. انا عايز اقول لك حاجه طريفه جدا، انا كنت عايز اتكلم في الحكايه دي. هو مورينيو بقاله قد ايه ما بيشتغلش؟ فتره مش قليل. انا عايز بقاله سنتين. طب اخر سنه لمورينيو كان شكلها ايه؟ على المقياس هو المهني. مشي من البريمير ليج مع مان يونايتد الموسم اللي فات، ما اكملش الموسم وسولشاير تولى المهمه مكانه. كان اخر لا خلي بالك، ما قعد قبلها فتره من فترة حضرتك بتحسب اجمالي الفتره، انا حاسب اجمالي الفتره. خرج ازاي من مانشستر يونايتد؟ بنتائج زي الزفت. انا بتكلم على خوزيه مورينيو، مش بتكلم عن اي حد، بتكلم على مورينيو مدرب واحد من الاغلى والاشهر عالميا، واحد من اهم نمبر 1. انا بتكلم على نمبر 1، هو او الوحيد اللي خد كلمه رأي نمبر 1 مش كده؟ اما كان في تشيلسي كان نمبر 1 وضرب كل تقريبا انديه كبيره في العالم. خرج بكارثه من مانشستر يونايتد بطريقه رديئه للغايه مش كده؟ وما اشتغلش. يا ترى لو وحتى هذه اللحظه ما اتغيرتش، يعني السنه دي كمان عدت ما يعني تولاش لسه مهم تدريب فريق. يا ترى لو في فرقه عينته السنه اللي جايه او خدته السنه اللي جايه 2020، دلوقتي انا بتكلم على شتاء 2020، يعني قصدي يناير 2020 ايا كان بقى، يناير او الصيف، يا ترى هقول مورينيو العاطل وجد عملا زي ما بعض الصحفيين كتبوا؟ يعني عايز اقول أين عقولكم؟ يعني طب مش تقرا؟ ولا الناس بتكتب قبل ما تقرا؟ نشوف تجارب الآخرين. طب هو خارج من مانشستر يونايتد بنتائج عظيمة؟ طب بلاش مانشستر يونايتد، هو قبل مانشستر يونايتد هو خارج من تشيلسي بعد 15 مباراة اللي لعبها في الدور الأول من بريمير ليج. عارف ترتيبه كان كام؟ كان ال 15. تشيلسي بطل الدوري كان ال 15 نيكست سيزون. قعد ما اشتغلش، راح لمانشستر يونايتد وقالوا هو المنقذ اللي هيحل مكان إليكس فيرجسون، فساءت النتائج فقالوا له يعني ودوا له ايه بقى؟ يعني مش يعني ادوا له سنه. والامور كمان ما كانتش جيده في علاقته باللعيبه، خلاص ما بقوش مستوعبين اسلوبه الفني وطريقته، يعني في شكل حاجه. لا هو اصلا هو اللاعبين اصلا كانت مع لخبطه جدا في الفريق، مع تشيلسي كانت سيئه، ثم مع مان يونايتد. طب انا اقول لك حاجه، انا لما قيس تجربته مع ريال مدريد وهو خد دوري وخد كاس، ما فيش مشكله في دي، لكن ما حققش ما حقق جوارديولا مثلا مع مانشستر يونايتد، وعشان كده ومع خلافه برضه عمل مشكله مع نجوم الفريق وخاصه رونالدو، لانه كان بيكلفه، لان طريقه لعبه مختلفه خالص، ومشي من ريال مدريد.
يعني برضه مشي من ريال مدريد. مين حضرتك بتتكلم عن مين؟ على خوزيه مورينيو لما كان بيدرب ريال مدريد. مورينيو. يعني عايز اقول ان اي مدرب في الدنيا انا افتكرت ان حضرتك اشرت الاسم. لا 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 انا لسه بتكلم عنه لان هو كان بيدرب ريال مدريد. صح. طب انا اقول لك حاجه طريفه جدا. هو جوارديولا احسن مدير فني يهاجم في العالم، وانا رايي ان الهجوم خير وسيله للدفاع. هو اول سنه عمل ايه مع مانشستر سيتي؟ ما كسبش حاجه. ليه؟ لان الانديه الكبيره، وده عايز الاهلي لازم يفكر بالطريقه دي. واللي اللي عجبني في اسماعيل، احنا بنعمل مشروع والمشروع needs time، المشروع يحتاج وقتا. ما فيش مشروع بيتم في شهر او في شهرين او في ثلاثة او في اربعة. طيب معلش نقطة مهمة برضو، اللي بيتابع حضرتك دلوقتي هيقول احنا مدركين ومتفقين مع كل اللي بيقوله استاذ نبيل عمر، لكن حسابات الجماهير دايما والنادي الاهلي حتى على لسان كبار مسؤوليه في مجالس الإدارة والمسؤولين في الأجيال المتعاقبة في إدارة النادي دايما مدركين أنه مطلوب منه يبقى رقم واحد دايما، وأنه بيشتغل بشكل متوازي ما بين البناء وإعادة الإحلال والتجديد وإعادة بناء الفريق من وقت لآخر من جيل إلى جيل، ولكن في نفس الوقت اللي مطلوب منه يحقق البطولات، والجمهور دايما عارف أنه النادي الأهلي بينافس على كل بطولة بيشارك فيها. That's right. أنا ما قلتش لأ. بس أنا مش ممكن أنا كنادي، ولا يوجد ده في أي حتة في الدنيا، ان انا كل سنه هاخد كل البطولات. اكيد صحيح. وبالتالي انا شيء طبيعي ان لازم يحصل دروب. مفيش فرقه في العالم وفي تاريخ الكون تصل توب فورما او سنوات المجد العظيمه وتقعد على القمه الى الابد، ما يحصلش. شيء طبيعي ان حتى نفس اللعبة دي. طب انا اقول لك حاجه طريفه جدا. يعني خد برشلونة، خد ريال مدريد اللي هو كان مكسر الدنيا. انت اتفرجت على اخر على المباريات في دروب حصل خلاص لبرشلونة، واضح جدا انه دروب كبير. وبرشلونة من غير ميسي واضح جدا ان كان عنده مشكله في التربو في الحقيقه مع وجود ميسي في دروب في الفتره الاخيره في بعض النتائج، حتى لو اما جه ما لعبش بقى اما جه ما لعبش زي المستوى القاري في دوري الشامبيونز ليج. يعني قصدي انا بتكلم على برشلونة بميسي بتلاعب ليفربول في الانفيلد وبدون اهم اثنين لعيبه فيها فرسين الحربه، لا واللاعب الاحتياطي يجيب جونين، وانا ما اظنش انه هيعملها كده. تخسر اربعه لبرشلونه، تخسر اربعه من ليفربول، الفرق بين مستواهم مش اربعه، لكن ده حصل. ايه خلاص بقى يقفلوا الدرف ويروحوا؟ طبعا لا، في شيء طبيعي انك سنه من السنين تقوم واخد كل الست بطولات، تاخد الدوري وتاخد الكاس. انا بس في حاجه، انا قصدي اربع بطولات ولقبين، لان انا اسف عمري ما السوبر بطوله تيجي ست بطوله ازاي؟ يعني انا اسف يعني لا بحسبها للاهلي ولا اي فرقه ثانيه بالمناسبه، لكن هي لقب، هي مباراه شرفيه. بس انا بقول لك يعني حضرتك تعتبرها لقب مش بطوله حقيقيه؟ طبعا مش زي مباريات الدوري. يعني انا احسب السوبر زي الدوري العام؟ ما هي دي ده الخطا اللي وقع فيه الفريق المنافس، وهو بيحسب البطولات الافريقيه وان عنده 9 ألقاب او مش فارقه وان زاد لقب عن الاهلي، لانه حاسب السوبر بطوله. السوبر مش بطوله، لكن البطولات الحقيقيه الاهلي اعلى بطوله، هو واخد 5 والاهلي واخد 6. اللي هي البطوله اللي حضرتك بتعتبرها هو يزيد بعد عدد معين من اللقاءات بعد مشوار للفريق. هو يزيد بقى في السوبر. السوبر الافريقي والسوبر الافريقي والكلام ده، السوبر ده ماتش. انا احسب ماتش بنفس درجات البطوله تيجي ازاي؟ يعني سواء كانت بطوله دوري عام وهي البطوله الاهم في اي دوري في العالم، وبطوله الكاس، وبالمناسبه عايز اقول للعالم كله بطوله الكاس هي اقدم بطوله على وجه الارض ايضا. يعني جميع البطولات، يعني دوري اول بطوله بدات في العصر الحديث بدات في انجلترا، هي بطوله كاس الاتحاد الانجليزي، دي البطوله الاولانيه. ثم بطولة الدوري بدأت بعدها بأربع خمس سنين في فرنسا، في ألمانيا، في مصر، تبدأ بطولة الكاس ثم تبدأ بطولة الدوري. ما فيش دوري بدأ في أي حتة في العالم. فكلمة البطولة الأعرق هي تطلق على الكاس في أي حتة في الكرة الأرضية بالمناسبة، بس عشان بس أصلح معلومة أنها بتتقال كما لو كانت هي البطولة الأهم. لا، هي مش البطولة الأهم. البطولة الأهم هي بطولة الدوري لأنها تورنمنت
بالتعبير ال ما اعرفش يتقال ازاي بالعربي، اكبر عدد من المواجهات، اكبر عدد من المواجهات ثم الكاس، لكن السوبر سواء افريقي مع احترامي لي سواء اوروبي سواء مصري هو كاس الانديه العالميه دي بطوله. احنا نهزر يعني مؤاخذه يعني الاربع مباريات اللي بيتلعبوا والفريق اللي بيجي الفريق الاوروبي بس امل لدول كتير جدا المشاركه سايد. فيها عشان مدارس كرويه مختلفه. أيوة. هي اللعبه اللي بتجمع انديه عالم من قارات مختلفه. بص عايز اقول لك حاجه، انا عايز زي ما اعمل بطوله واجيب فيها ابطال العالم يلعبوا عندي ماتشين ثلاثه تنس، زي انت عارف زي انا مش عندي جراند سلام وعندي بطولات مصر. هل الجراند سلام يعني مثلا زي يو اس شامبيونشيب او ويمبلدون او لورانجاروس او استراليا بتتحسب زي الماسترز في المانيا او الجراند سلام؟ دي الكريمه بتاع البطولات، اكبر عدد اكبر مجموعه بطولات في اللعبه. لا هات الناس كتير بتيجي تلعب الماسترز بيجي يلعبوا، لكن جراند سلام جراند سلام هي اقوى بطوله، اقوى بطولة يعني. بتتلعب اشواطها من ثلاث، الماتش من ثلاث اشواط للرجال مش مش من اثنين يعني ثري سيتس مش اثنين بس، جراند سلام تو سيتس. فهنا بيبان النقط اللي بتاخدها في الجراند سلام اكبر كوشه، تاخد لك 2000 نقطه و2500 نقطه لما تاخد بطوله، الثانيه تاخد 800 نقطه و1000 نقطه بكثير قوي. هي بس وجهه النظر دي كمان ليها منطقها، بس كاس العالم للانديه تحديدا استاذ نبيل حتى لو عدد مبارياتها محدود بس في ناس كتير بتترجمها ان دي أيوة كاس العالم كبيرة. يعني عفوا بدل المنتخبات حولناها الانديه، لو هي فرصه اللقاء الوحيده من قارات مختلفه عالميا فتوازي كاس العالم. عايز بقى تعملها الأندية. عايز تعملها تعملها زي كاس العالم القديم 16 نادي اربع مجموعات يلعبوا مع بعض، يعني تفكر لها في تفكيره تخليها لها ثقل اكبر، لها ثقل اكبر. يبقى عندك مثلا فرقتين من افريقيا، مثلا اربع خمس ست فرق من اوروبا الى اخره وتكمل. احنا كلام خدنا، انا عايز ارجع لموضوع المنتخب اخيرا حضرتك مع خلاص توجه النادي الاهلي وجهه نظره انه لا يذهب لاي امور تؤثر على تركيزه في صناعه القرار وفي الانجاز نهائي. طيب متفائل يمشي في سكته متفائل بالتعاقد مع فايلر جهازه المعاون مع الصفقات الجديده اللي انضمت للفريق واكتمال الصفوف بعوده المصابين في حاله تفاؤل كبيره وتوقعات اكبر بين جماهير النادي الاهلي يا استاذ نبيل؟ انا في الحقيقه بالنسبه لأي يعني أنا أقول لك حاجة طريفة جدا، كرة القدم هي الحاجة الوحيدة اللي هي فيها مغامرة ومخاطرة طول الوقت. يعني أنت أما تيجي تقول لي إن ليستر سيتي هياخد الدوري الإنجليزي من تشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد والأرسنال وتوتنهام، هعمل زي اسمه ايه ده اللي قالك احلق شعري على الزيرو ان ده كان خارج المنطق، واللي يقول لك لا ده في حد ده لك هقلع ملابسي وهظهر على الهواء بملابسي الداخليه وحصل. يعني عايز اقول لك ايه، في حاجات في كره القدم هو يعني بجمع فرقه الدنمارك من على القهوه لانها ما كانتش في بطوله كاس العالم 92 وتروح اوروبا تاخد بطوله اوروبا، تاخدها من المانيا وايطاليا والشله دي والفرق العظمى دي، لا ده دي منطق. كرة القدم تتحمل كل شيء، وبالتالي علينا أن نتفائل طول الوقت. ليه؟ التفاؤل يمنحنا أمل، الأمل يمنحنا دوافع، وأنا محتاج الدوافع طول الوقت للحركة، وبنعمل اللي علينا. من المؤكد أنا شخصيا معجب بالكلام اللي قاله طه إسماعيل، وأما تيجي تقول لي إن أنا عندي مدرب واخد دوري بلجيكا، طب انا ممكن اسالك هو الدوري المصري اصعب من الدوري البلجيكي؟ طب هقول انهم زي بعض، ماشي موافق. الراجل ده واخد دوري، واخد سيبك من السوبر، واخد دوري يعني خد بطوله تورنمت كامله، يبقى مؤكد بيفهم في الكوره ولا ما هي ما يعني ما خدهاش كده واعتاد على مواجهات سواء تفوق فيها او لا، حتى ولو لا طالما فيها ولكن في الشامبيونز ليج كان بيواجه خصوم زي مان يونايتد بايرن ميونخ. لا انا بس عايز يعني في الدوري وانت بتنافس الدوري انت اما بتبتدي تصعد للمراكز المتقدمه وعندك امل البطوله بتبدا الضغوط ترتفع عليك، يعني مبارياتك وانت اصلا ما عندكش امل في الدوري ما عندكش ضغوط.
يعني عامل ضربوك يعور على عينك معطوبه معطوبه. لكن لما بتنافس على الدوري الضغوط بتزيد. يبقى هذا مدرب لعب على الاقل على الاقل نص الدوري البلجيكي تحت ضغوط شديده جدا انه بينافس على اللقب وقدر ينجح ويتجاوز ده. يبقى هذا مدرب معتاد على الضغوط وقادر على مواجهتها. ده حاجه بسيطه جدا وساذجه. الحاجه الثانيه، انا شخصيا من المعجبين جدا بمدرسه برشلونه في التدريب. فكره ان انا اجيب جاردولا الشاب الصغير ده واقول له معاك احسن فرقه في العالم. طبعا كانت احسن فرقه في العالم، ده ميسي سمول ايتو وديك وديكو، لا انت بتتكلم على وانيستا وانيستا وتشافي كل المجموعه دي. بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن حاجه مخيفه يعني. وتجيب شاب لا ويبدا بايه؟ يعني يبدا حياته التدريبيه ما خدش بطوله. ما اظنش ان جوارديولا خد بطوله دوري قبل كده مع برشلونه كمدرب ولا مع اي فرقه في العالم. يعني جوارديولا ما خدش دوري. حضرتك تقصد قبل برشلونه؟ قبل برشلونه ما خدش بطوله دوري قبل برشلونه. لا خد دوري ولا كاس ولا خد سوبر ولا خد دوري اوروبي ولا خد اي حاجه. ربما خد واحد شاي. اول سنه نجح، ثاني سنه خد كل البطولات اللي لعب فيها. لا ده لعب معاهم احلى كره في العالم، الناس كلها قالت كده. طبعا طبعا غير هو اخترع طريقه، يعني سوري هو جدد طريقه. جدد في طريقه مش اختراع متفلسف. ده اختراع العالم كله، ده اختراع قديم. هو يعني الكره الهولنديه، انا عايز اقول لك حاجه طريفه جدا. الكره الهولنديه احنا بنلعب الكره الهولنديه اللي اتعملت 74، كل الطرق الحديثه دي هو تطور للتوتال جيم بتاع ميشيل ميخيلس. يعني ميشيل ميخيلس هو اللي حط الاسس، ولحد دلوقتي كل الطرق الجديده دي هي عباره عن تنوعات مبنيه على الطريقه، مبنيه على كل الكلام اللي حطه ميخيلس في التوتال جيم. فطبعا فما تيجي تقول لي اصله ما خدش اصل السي في، يعني انا طبعا طبعا السي في مهم جدا، بشوف بورين الخبرات اللي عنده قد ايه والتجارب اللي عنده قد ايه. لكن انا كمان لو انا يعني حد طلع في التلفزيون قال يعني هو فايلر يعني ما كانش بيدرب ريال مدريد، هو انا اقدر اجيب مدرب ريال مدريد؟ ده لا ده لو لا انا ولا منتخب. يعني انا يعني هجيب واحد يدربني ويدرب منتخب مصر ويدرب الزمالك ويدرب في نفس الوقت ويدرب الاسماعيلي، مش هقدر ندفع مرتبه كميزانيه. كميزانيه مجمعه مش هنقدر ندفع مرتبه. يعني انا لو عايز مدرب مش احنا بما فيهم منتخب مصر والفرق الكبيره الجماهيريه كلها في مصر ويدربهم كل واحد كل واحد ساعتين الصبح يعني ويروح يجرب، مش هقدر ندفع مرتبه. فانت بتدفع مرتب على قد ميزانيتك. هتيجي بقى انت وانت يعني في مدربين عظام في كاتيجوري الاقل من دول. في مانويل خوزيه. انت الفكره في ايه؟ انك ان مدرب موهوب ممكن يروح مع فرقه مش موهوبه، ومهما حاول ما في النهايه مع احترامي لاي مدرب الخامه اللي معاك هي اللي هتساعدك. يا هيعرفوا يطبقوا اللي طالبه المدرب او رؤيته الفنيه او لا او مش هتعرف. طب انت انت مدرب عظيم، يعني انا هجيب جوارديولا وحديه الصبح لفريق المستقبل واقول لهم لو سمحت انا عايز الدوري العام، وادي 20 مليون دولار مقدم، واما تاخد الدوري العام هديك 100 مليون. مؤكد ان جوارديولا هيهرب بعد اول ماتش، مؤكد مش هيعرف ياخد. طيب مجموعه اللعيبه اللي تم توفيرها حاليا في النادي الاهلي بعد انضمام اخر الاسماء المميزه اللي انضمت في الصفقات الاخيره، هل هي خامه طيبه بلغه كره القدم لو وفق الجهاز الفني وكان بصماته مؤثره او ايجابيه على الفريق؟ الجمهور مستني بطوله افريقيا مره ثانيه، مستني العوده لكاس العالم للانديه. هو انا الاداء المعروف انا شخصيا كهلاوي يعني انا بالنسبه لي بطوله افريقيا اهم. انا بالنسبه لي رقم واحد بطوله افريقيا. يعني تعرف زي فكره ايه؟ ليفربول لما خد بطولة أوروبا، أنا كان أنا يعني أنا كان أنا رأيي إن أهم من بريمير ليج، مع إن بطولة شقة صعبة جدا وصعبة جدا وحاجات زي كده، لكن أنا بطل أوروبا مش بطل إنجلترا. أنا بطل أوروبا، في بطل إنجلترا وأنا بطل عليه. شوف الفكرة مفهوم. في بطل إنجلترا أنا بقى بطل عليه. أتمنى يبقى الأولوية في الفترة الجاية عودة اللقب الأفريقي إن شاء الله. طبعا في لعيبة كتير كويسين تقريبا كل المراكز
متكامله. وعلى فكره وده موجود حتى من قبل الصفقات الجديده عشان بس ما نظلمش المساله، هو بس وانا قلت هنا قبل كده ان لاسارتي كانت مشكلته في الحقيقه انه ما حطش ايده على التوليفه السحريه. يعني انا رايي انه ما كانش ده التشكيل الامثل، بس انا ما اقدرش اقول لك التشكيل الامثل، انا بحاسب بالنتائج بالاداء. شايف ان المجموعه اللي كانت على سارتي تكامل الاداء تكامل الاداء. ما هو انا بيبقى عندي لعيب حريف قوي وعندي لعيب بدنيا عالي قوي وجنبي واحد هيدرز قوي وجنبي واحد رجليه احسن وعندي واحد بشوط برجليه الاثنين احسن ما يمكن وعندي واحد دقه في التمرير. فكره التكامل، الفرقه فيها التكامل، مش يعني انا ما اقدرش اجيب 11. انا لو جبت فرقه 11 ميسي باك رايت وباك ليفت مش هتاخد، مش هتاخد الدوري الاسباني. انا لازم يبقى في تكامل، عايز واحد يبقى زي بيكي اللي يجي يقرب من الجون اضربه، مش هرقصه. فهو ما وصلش من وجهه نظر حضرتك. ما وصلش على افضل شكل، وحساباتي انا ايه؟ افضل تشكيل. حساباتي ايه؟ الاداء اللي في الملعب. ما فيش تكامل في اداء في الملعب، في اخطاء كتيره في الاداء في الملعب، معناها ان المجموعه دي مع بعضها مش عارفة تؤدي أحسن أداء. ده الرهان الحالي على فايلر. وده الرهان أفضل تصالح فني أفضل تشكيل. حتى سألوني يعني في البيت بنقعد نتكلم، أنا ابني مغاور رياضة يعني، هو محرر رياضي، فبيسألني فقلت له التشكيل أول ما هشوفه بيحط إيده على التشكيلة سيبك من التغييرات الأول هيوصل يعني. طبعا ودي عايزة وقت عشان بس من فضلكم ما نظلمش الراجل، وأنا ما أقدرش أقول له اتفرج على الفيديوهات وخد من الفيديوهات اعمل لي تشكيله لفرقه، ده طبعا كلام فارغ، لازم اشوفهم في الملعب لان انا عايز ايه؟ هنفذ ايه في الملعب؟ وهيتنفذ ازاي؟ لان لعيب الكره اهم ما فيه مش مهارته الفرديه، اهم ما فيه قراره، توقيت قراره، تمرير، اشوط، ومرر لمن، والمساحه اللي همرر فيها، وفي اي اتجاه. كلما كانت قرارات اللاعب صحيحة وسليمة في الملعب كلما ارتفع أداء الفريق ككل، كلما ساءت القرارات. يعني مثلا هفرض إن احنا فرقة كبيرة فينا لعيب واحد بيسيء قرارات هنقدر نشيله، لكن مثلا بيقوم بمهام دفاعية عظيمة جدا، لكن هو هيبتدي يوصل الكرة لأقرب لعيب فممكن أقبله. لأن مثلا إيه؟ زي مثلا الدور اللي كان بيلعبه حسام عاشور. حسام عاشور بيغطي المنطقة اللي بالكامل قدام خط الدفاع. قدامه مين بقى؟ قدامه بوتريكا، قدامه بركات، قدامه عماد متعب، قدامه جيلبرتو، قدامه فلافيو. هما بقى يقوموا بالفن كله، بالفن ده كله بقى. لكن انا على الاقل بمنع الخطر، يبقى وظيفتي الاساسيه منع الخطر عن المنطقه دي. مش لازم بقى انا اكمل واشوط واجيب اجوان مثل مثلا دروجبا، قصدي بوجبا. المهم ادي دوري ده بنسبه 90 او ادي دور، لان في حاجه اخرين يعرفوا. ده اسمه التكامل. طب انا دلوقتي لكن انا مثلا فرقه الاهلي دلوقتي محتاج هاف يعرف يدافع ويعرف يهاجم ويكمل ويقطع مسافات طوليه او عرضيه، يبقى انا بعمل ده. مش يبقى بقى مثلا يبقى الدور ده محتاج ان يكون مختلف. ده اللي انا عايز اقول. اذا ما يوصل هو لما يوصل لده محتاج حوالي 6 مباريات. احنا فاضل لنا حوالي 3 دقائق على نهايه وقت الحوار، هرجع فيهم مع حضرتك. كلام جميل جدا وموضوعات مهمه كلها، لكن لازم ارجع بسرعه لموضوع منتخب مصر. حضرتك شايف افضل طريقه ايه لاختيار مدير فني طالما انا قلت حط على الكارتيري المدير الفني المصري؟ حط المواصفات. بس انا من غير ما اقول اسماء مستحيل اكون محتاج مدرب ينفعل او ممكن يعمل مشاكل او يتخانق على الخط، دي تبقى كارثه حتى لو كان اعظم واحد فنيا، لان ده بتتكلم عن سمعه الدوله مش بتتكلم عن سمعه الفريق. مع الفرق ان شاء الله حتى يقلع ريال مالطا يبقى حر، مع الدوله في سمعه الدوله. وبالتالي مدرب منتخبات راجل ثابت متحكم في اعصابه ما بينفعلش، الحكم يحسب غلط يحسب صح، الحكم لان ده حكم دولي وممكن يتجنى عليك مفيش مشكله، ما انفعلش ما اتخانقش ما اي شخصيه متزنه مش بس مدير فني كفء مطلوب الشخصيه نفسها دي بس ده اللي رجائي الوحيد من اللجنه، انه يكون كواليفايد بالمواصفات اللي انتوا عايزينها، قوي الشخصيه وكل حاجه وبيفهم كل حاجه، لكن عنده قدره على التحكم في اعصابه وعدم صناعه مشكله. عشان عارف ان الوقت محدود جدا، لكن هنحاول بسرعه نعرف رؤيه حضرتك عن
افضل سيناريو تتمناه لاداره كره القدم في مصر في الفتره القادمه، واحنا داخلين على العام القادم ان شاء الله اللي هيبقى فيه انتخابات جديده لاتحاد الكره المصري، تتمنى ايه للانتخابات دي لمنظومه الكره في مصر؟ انا اتمنى بالنسبه لحاجه، اتمنى ان اللائحه تتغير، ان الدوري العام يديره المحترفون فقط، الانديه اللي في الدوري العام فقط، دور الدرجه الاولى تديره مجموعه الدرجه الاولى، ما ينفعش كفر بركه الشباب طنبشي ولا كم مش عارف ايه يضع بلان يضع نظام الكره اللي بيلعب فيه الاهلي والزمالك، ما ينفعش. الاهلي والزمالك واللي بيلعب معاهم ال 18 نادي اللي بيلعب معاهم الممتاز الممتاز دول بيديروا مسابقتهم كامله بلوائحها بقوانينها بكل ما يتعلق بيها، وما ينفعش اي حد اخر يتدخل فيهم. انا عايز ما يسمى الاداره المحترفه لانديه محترفه، وبعدين يبقى اتحاد الكره بيدير الكل على عيني وعرس، بس ده سيستم. الدرجه الثانيه سيستم يديروا بيعملوا لوائحهم مع كده، لكن ما عملش الخلطه اللي عامله ان اللي يصوت يبقوا اللي بيدير ده بالتصويت هم اللي يصوتوا على مين اللي يديرهم ومين اللي يمثلهم ومين اللي يعملوا. لكن فكره هذا التوسع الرهيب في المراكز الشباب وتبقى اعضاء جمعيه عموميه وناكل كباب وكفته فننتخب زيد وعيد وعمين وعمين ومش عارف ايه، فيبقى الحال ده حال الكره المصريه. انا محتاج مدربين محترفين، حكام محترفين، اداريين محترفين، وبلان طويل الاجل بحيث يبقى عندي كوادر في كل حته. بشكر حضرتك على وجودك معانا للحديث بقيه ان شاء الله. انا عارف ان كان في موضوعات كثيره قوي بس فرض نفسه اكتر من ملف متعلق بالنادي الاهلي، سواء تصنيفه في صداره الانديه العالميه الاكثر تتويجا بالبطولات والالقاب او القرارات الصادره عن مجلس الاداره ورؤيه الكابتن الخطيب بشان التواصل مع الاخبار ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام في الفتره اللي جايه، وقضايا عالميه كمان في الرياضه وكره القدم حضرتك تطرقت اليها. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الكبير استاذ نبيل عمر. شكرا لك وشكرا لكل جمهورك وجمهور النادي الاهلي. ان شاء الله نلتقي قريبا استاذ باذن الله. بشكر حضراتكم على متابعه هذا اللقاء، نهايه هذا اللقاء وهذه الحلقه من حلقات الاهلي الليله، شكرا لحضراتكم، الى اللقاء.